على قارعة الطريق وفي صيف عدن اللاهب، تواظب أمهات وبنات المعتقلين على تنظيم وقفات دورية للتذكير بالمأساة المنسية في عدن والمناطق التي يعتقد على نطاق واسع بأنها محررة. في هذه اللافتات المتواضعة تختزل النساء معاناتهن مع الاعتقالات والإخفاءات القسرية التي تطال العشرات من أبنائهن وإخوانهن وأبائهن. لم يبق لهؤلاء النساء سوى الاحتجاج وإطلاق صرخاتهن في فلات التجاهل المتعمد من قبل السجانين، وأملا في استعادة القضاء لدوره، خصوصا بعد أن دشنت المحاكم مهامها مع عودة السلطة القضائية إلى العاصمة المؤقتة. من عرف مكانه من هؤلاء المعتقلين حرم من حق المحاكمة العادلة، وحرم حتى من اللقاء المنتظم بأفراد عائلته، أمر لا يزال يخلف شعورا ثقيلا بالمرارة، كما هو حال ابنة المعتقل هذه. ابنة المعتقل صالح حسين علي حكمي، معتقل في سجن المنصورة، للحين له سنة كاملة. إنسان كبير بالسن، مريض، ارحمونا وخرجونا، خلاص أنا تعبنا والله العظيم. هذه أم أحد المقاومين الذي زج به في السجن دون تهمة واضحة، تبحث كغيرها من المحتجات هنا عن العدالة المفقودة أو التي لا يسمح ربما بتطبيقها في زمان المعتقلات. نتمنى أشوف عيالنا والمحكمة العادلة تحكم لهم من عليهم شيء، قدهم عندهم ما عليهم شيء يخرجونهم، حرام. هذه المرأة أيضا اعتقل ولدها ولا تعلم حتى الآن ما هو مصيره، وكل ما تريده هو أن ترى ولدها وتسمعه وبأن يخضع لمحاكمة عادلة إن كان يستحق هذه المحاكمة. إنهم مخفيين نهائي، ما حد داري فيهم، وإنهم من سنة ومن سنة ونص من سنتين ما حد داري وينهم. وهذه الفتاة تطالب بإطلاق سراح والدها وأخيها، تريد فقط أن تطبق في بلدها قاعدة العدالة المشهورة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. مسجونين مخفيين لا نعلم أين مكانهم، نحن نطالب بحقوقنا أن نسمع أصواتهم، نعرف أين أماكنهم، كيف هي أحوالهم، يحاكمون بمحاكمة عادلة. وهذه الأم اعتقل اثنان من أولادها، لا تعرف أين مصيرهما حتى الآن، وكل ما تريده أن تطمئن على والديها بأي حال كان. لو معهم محاكمة يحاكمون، بس يطمنوا الأمهات عليهم، حرام، نحن تعبانين كل مكان نروح عشان نعرف إيش أخبارهم. أكثر من عامين على تحرير محافظة عدن والمحافظات المجاورة، هي المدة نفسها التي يرى مراقبون أنها تؤرخ لحالة جديدة من المعاناة التي نكأت جراحاً وخلفت جبالاً من الإحباط بحاضر البلاد ومستقبلها.